800 إلى 1000 طن يومياً، كمية منتوج وقود الطائرات المدنية التي بدأت الشركة العامة لمصافي الجنوب تصديره إلى دول شرق آسيا والهند عبر موانئ البصرة النفطية، في وقت تذكر فيه تقارير اقتصادية أن أسعار تلك المنتجات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 7% جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة مع زيادة الإقبال على الشحن الجوي. انه الموضوع الان والحمد لله يعني طلع خارج العراق، فبدينا نصدر ما يقارب 800 الى 1000 متر مكعب باليوم من زيت وقود الطائرات العفو. نعم، هو اكيد عن طريق البحر اكو يعني شحنات خاصه اعلنت عليها شركه سومو بالنتيجه تعاقد مع احدى الشركات للنقل. طبعا المحليه شركات المحليه تنقل من شركتنا الى الموانئ، وبالنتيجه هناك ناقلات تنقلها الى خارج العراق. مهندسون متخصصون في مجال الصناعات النفطية أشاروا إلى إحراز تقدم كبير في مجال صناعات وقود الطائرات وفق النظام البريطاني الذي يتميز بدرجات تجمد تصل إلى 40 تحت الصفر فما فوق، بينما يقدر متوسط سعر البرميل لهذا العام ب 114 دولارا حسب تقارير اقتصادية، ما يعزز الدخل العام للدولة العراقية في مجال الطاقة. العراق أنتج هذه المنتوج وقود الطائرات المدنية من ضمن الليستة هذه المواصفات الفنية والمعتمدة لدى وزارة النفط ولدى جميع الدول، وإحنا بحدود 800 إلى 1000 طن مع إمكانية زيادة كميات المنتجة والمصدرة من مصفى البصرة إلى 1500 إلى 2000 طن باليوم. اقتصاديون من جانبهم أشاروا إلى الدور الرئيس للقطاع النفطي في تعزيز واردات الدولة، حيث يعتمد العراق على أكثر من 90% من تلك الإيرادات المتحققة، فيما تأتي خطوة تصدير وقود الطائرات بالاتجاه الصحيح لتنويع مصادر دخل البلاد، مع تأكيد أهمية تعزيز قدرات القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة. بينما حتى الدول النفطية اليوم تتكلم عن السعودية عن الإمارات أصبحت تهتم بالتنويع الاقتصادي، فتهتم بالصادرات غير النفطية، إلا العراق مصدر الدخل الوحيد وعمود الصادرات هو النفط. طبعا كل ما زيد الصادرات النفط راح تزيد إيرادات النفط تمول، هاي قاعدة أساسية لتمويل الموازنة العامة في العراق، وهاي العراق ما عنده غير أنه يبيع النفط ويحصل على الدولار ويستورد بالدولار كل شيء. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة.